أحكي لكم قصة هذا المراجع زارنا للعيادة وحب يسوي تغيير بسيط لأسنانه، فسوينا له ابتسامة بولندية للفك العلوي فقط. هذاني خاف مو طبيعي الشغل. أنا كنت مصمم إنه أجي يمك والحمد لله إنه جيت. تمام. والله مبروك. هاي شنو نوع الابتسامة سوينا لك؟ البولندي. بولندية. البولندي. اللي هي سعرها مناسب صح؟ سعرها كلش مناسب. سويت لك بتفاصيل بالنهاية الأسنان تشوف؟ إيه واضح هذا. حبيتها لو ألغيها؟ لا لا حلوة. وتبين كأنما ناتشرال أو شيء؟ كلش طبيعي. إيه. المراجع يقول خاف مو أني خاف غيري. فعلاً صار تغيير كلش حلو ومبروك إلى الابتسامة. هنا نشوفكم قبل التجميل ولقائنا مع المراجع. ابتسم نشوف لون الأسنان. عندك بعض الفراغات بالأسنان الأمامية حتى الجانبية صح؟ صح دكتورة. ايه. صراحة استقبال كان كلش جيد. من ناحية الشرح، الشرح مفصل بحيث المراجع يرتاح نفسيا. حسيت انه اسوأ الاحتمالات اني اقول لك. اكو شفافية بالموضوع لدرجة انه حسيت انه مو مثلا انه انت تريني اسوي ابتسامة. لا انا انه الخيار دا اقول لك روح الغير مراكز صح؟ حتى اقترحت علي اروح الغير مراكز. زين شنو السبب كان الاقتراح؟ خل نعرف مشكلتك، انت شنو رايت؟ من ناحية ابتسامة تريد تغيير اللون لو الشكل الطول ممكن نعرف. أنا صراحة ايه؟ اقترحت على الدكتورة ايه؟ إنه أسناني تكون أطول من الوضع الطبيعي. زين. دكتورة شرحت لي بشكل كلش حلو إنه الطول ممكن يسبب مشاكل. صحيح. من ناحية إنه ممكن تنكسر عندك الأسنان. ايه؟ تتلثم الأسنان. تمام. فإنه الأفضل إنه تكون على حجمها الطبيعي. احنا قصدنا من طول الأسنان. حتى نطول لك هاي الأسنان شنو نحتاج؟ نفتح هسه خلي نسويها بصورة عملية. عض على سنونك لازم إن نرفع الإطباق. هاي النقطة كلش مهمة كنت أحب أشرحها، إنه إذا رفعنا الإطباق يعني خلينا هنا تلبيس أو حشوات عالية من الجهتين، ولازم ينتظر المريض أسبوع أو أسبوعين. عض هسه هاي شقد خفيفه يمكن 1 مليم. حسيت اكو فرق عن العضه القديمه؟ طبعا. يعني حسيت هسه منا المفصل عندك ما ينطبق كلش قوي صح؟ اسناني الباقيه. ها. حتى نطول اسنانك بهاي المقدار 1 مليم نقدر نطولها وبدون ما تتكسر، لازم نرفع الاطباق من الخلف. شلون نرفع الاطباق؟ اما نسوي حشوات عاليه او تلبيسات، يعني منا 2 تلبيسات ومن الجهة الأخرى 2 تلبيسات. شنو السبب التلبيسات؟ حتى يرفع الأطباق. هذا رفع الأطباق بهالطريقة. عض قوي. ها هذا رفع الأطباق. هسه تلاحظون عندي فراغ كامل، هذا الفراغ أقدر أطول به الأسنان. غدا إن شاء الله نشتغل نطول الأسنان بالحد اللي بحيث من يعض ماكو ارتفاع. هسه عض. عض على اسنانك، شوف العضة قوية، جيب اسنانك للامام، حرك، اغلق قوي، اغلق عفي، هاي الغلقة قصدي عليها، هاي الغلقة، بعد ما نقدر نطول، ليش؟ لأنه من يعض راح تتكسر. شرحت لي عنه الدكتورة هو تنظيف اللثة أو التهابات اللثة. من هاي الجهة؟ إخراج الدم الزايد، بالعكس هسه راحة صارت عندي. زين انت قبلها كنت تشكي لان حسب لا. ما اتصلت في البدايه من الدكتوره لما قالت لي موضوع اللثه. بعد متابعتها على اليوتيوب عندها فيديوهات خاصه بهذا الموضوع افتهمت شنو اهميه هذا الموضوع وانه واجب قبل صنع الابتسامه. صحيح. او دايركت فينيان. عاشت ايدك. وهذا شيء كلش مهم. اليوم سوينا لك هذا التنظيف. الافضل انه ننتظر لي غدا، وغدا نسوي لك الابتسامه حتى اللفة تنشف. هو أفضل أريد اللفة ناشفة حتى الشغل الدايركت فينير والابتسامة تكون جدا نظيفة، يعني تحافظ على البياض مالتها. هذا الموضوع أيضا لاحظته بحيث أنه أكو بالطبيعي الناس عندنا من يفرشون أسنانهم ويطلع دم. أي. يتخيلون هذا الموضوع سيء بس هو صح. بالعكس والله هاي أهم ملاحظة أنت قلتها. أكو ناس يخافون وأنا واقع كنت بهذا الخطأ بس ولهذا أنا قلت لك لا تخاف من تشوف دم هسه.
وكلش بسيطة، لا حسيت ألم لا حسيت شيء. شغلة مثل تحس نظافة، وإنه هذا يسموه بوكيت. البوكيت إذا بقى بين الأسنان إيش راح يسوي؟ راح اللثة تنزل أكثر. صارت راحة عندي مو بس من ناحية الأسنان، حسيت أكو شيء خف عن راسي كأنه ما ضغط كان موجود. واليوم شو نقول لك؟ مع السلامة. والله وديت وما قصرت. وشكرا خليتنا نصور وعاشت إيدك. يلا أحلى ابتسامة باكر إن شاء الله.